الأبهر أو الآلام المشابهة هي عبارة عن آلام تقلصات في العضلات. والسؤال الأهم، هل للأبهر أسباب عشان نعرف كيف نتفادى؟ نعم له أسباب. وإذا جان الأبهر، هل في طريقة نخفف من آثاره إلى ما يزول؟ نعم في طريقة. لو نشوف مجموعة العضلات اللي تتقلص في المنطقة دي، اللي هي هذه العضلات اللي هنا. طيب إيش بجانب العضلات هذه؟ بجانب العضلات هذه توجد الفقرات يا حبايبي، اللي هنا في النص، هذه المنطقة اللي تشوفوها دي في النص، هي دي بتطقطق لما، لأنه ما يطق غير المفصل، فمعناته إنه يا إنه الفقرات طقت أو إنه التصاق الأضلاع بالفقرات هي اللي بتطق. إذن وبكل بساطة، الأبهر هو عبارة عن انقباض العضلات اللي في هذه المنطقة وتسبب للناس آلام. أنا وظيفتي معاكم إني أعطيكم معلومات وثقفكم عشان تتفادوا كثير من الأخطاء اللي بنسويها في خلال اليوم. لو لاحظت أنتوا، الأبهر ده بيجي لمعظم الناس اللي يكونوا في المرحلة العمرية اللي يكونوا بيشتغلوا وبيدرسوا، الشباب يعني المنتجين. أنا لاحظت في عادتي إن معظم اللي بيجيبوا الآلام دي من الناس اللي بيشيلوا شنط على الطرف ده، أو عندهم أعمال نفس الحركة حقت شيلة الشنطة. لما تشيل شنطتك أنت، فمعناته إنه العضلة دي بتتحرك على فوق عشان كتفك يطلع على فوق. طيب إيش بشأن هذه المنطقة الصفراء من العضلة اللي موجودة هنا؟ إيش وظيفتها؟ نفس الأسلوب، أنت بتطلع الكتف على فوق، أو أنت بتطلع الكتف على فوق. وفي المنطقة الثانية برضه المؤلمة بتكون في نفس الكتف من تحت، شوف كيف العضلة دي كيف إيش وظيفتها؟ هي بترجع الكتف على ورا. فعلشان كده لما يجي واحد يدعس في المنطقة السوداء اللي هنا بيسمع طقة، علشان هم جنب الظهر. فلو جردنا المنطقة دي من العضلات بتجيكم الطوال منطقة ليش الظهر اللي بيحصل فيها الطقة زي ما شرحت لكم في الأول. شوفوا، أي ألم في العضلات معناته إن العضلة تقلصت، يا إننا بجلسة خاطئة، بحركة خاطئة، بعادة خاطئة، وهذه كلها هي الأسباب. فرضا المخدة ما هي كويسة، طريقة الأسلوب النوم حقتك أو حقتك ما هي صحية، السرير نفسه فرشة السرير ما هي مناسبة، أسلوبك في قيادة السيارة، جلوسك في المكتب وأنت بيت لما تشيل الشنطة دائما، أو أنت يا ولد بتشيل الشنطة دائما كتفك مرفوع. إذن هذه كلها أسباب لحضرة إيش؟ الأبهر ده. طيب أول منطقة لآلام الأبهر المنطقة العلوية للكتف، المنطقة اللي هنا. شايفين كيف؟ العضلة دي أول ما تنقبض لما ترفع الشنطة، تتخيلوا المنظر معايا، لما ترفع شنطة ثقيلة على الطرف ده. الحركة الثانية لوظيفة العضلة هذه لما تنقبض، لما نحط راسنا بالشكل، معناته احنا لما ننام بأسلوب خاطئ، أو لما تكون جلستنا في المكتب أو في الفصل أو في السيارة بأسلوب خاطئ، فبنسبب تقلص العضلة هذه. شوفوا لما تنقبض العضلة في المنطقة هذه بسبب رجوع الكتف، هذه واحدة من الأسباب برضو. إذن في شيء إذن احنا في شيء بنعمله غلط، يا في أثناء السواقة بنعمل حاجة غلط، أو في المكتب أو في أثناء الفصل بنعمل حاجة غلط بكتافنا. إذا عرفنا سبب تقلص العضلات، معناته نقدر نقاوم المرض بفك التقلص. عشان نخفف الضغط على العضلة هذه، في تمرين أبغاكم تسووه إذا جاكم ألم، واحد يضغط هنا وبيده الثانية بيجيب الرقبة كده بيمددها. وعشان نخفف الألم في المنطقة دي من الـ من الـ من الأبهر، نعمل إيش؟ حركة بسيطة وأي واحد يقدر يعملها. تمسكوا الطرف ده من الرسغ باليد الثانية، تحطه في الكتف هنا وتخلوه يسترخي، وأنتوا تسحبوه على كده. فنحن هنا الحركة اللي عملتها بتمدد العضلات اللي موجودة في المنطقة المؤلمة. طيب هل لازم واحد يعمل لكم الحركات هذه؟ لا، انت بدك تعملها بنفسك. لو تكون جالس على الكرسي بالشكل ده، فتمسك باليد هذه على طرف الكرسي من تحت، وتجي بيدك الثانيه وتسترخي وتدف هذا، بتمدد العضله دي فيخف الالم. العضله الكبيره اللي هنا بنرفع الذراع هنا، ونجيب اليد الاخرى ونحطها هنا وندفها
بحيث ان المنطقه دي تريح. وطبعا الكتف هذا لازم يجي على قدام. طبعا الشرح اللي شرحته هذا معقد شويه، لكن ابغاكم تراجعوا السنابات عشان تعملوها بانفسكم او تعملوها لاخوانكم او اخواتكم. طبعا لا تنسوا لازم بالرفق، بالرفق، مو تجي بالعفاشه او تجي انت اختي بالعفاشه تسحبي في خلق الله حبه حبه شو. طبعا هذه بالاضافه الى بعض الادويه المسكنات للالام والمخفف الالتهابات والرخي العضلات، بتروح لدكتورك بيكتب لك اياه. في بعض الاحيان المريض ما بيستجيب ليمكن شده التقلص اللي عنده او انه مزمن، لازم يروح للعلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي عندهم بيسوي لكم مفك العضلات بالشكل ده، وبيعطوكم الاشياء الصوتيه والموجات الصوتيه وغيرها، وخلافه فيها اشياء كثير برضو. طبعا الكمادات الدافئه تنفع في المكتب او في اثناء سواقتك للسياره. يا جماعه الخير، الوقايه خير من العلاج، دائما نقول الوقايه خير، فالوقايه خير من العلاج. وانت في المكتب بتعمل التمرين ده حق التمديد، لا تقعد فتره طويله على الكرسي، اتحرك. انا هنا احب اختم واحب اودعكم، وشو ان شاء الله نشوفكم بصحه افضل وصحه جيده. وكل حلقاتي هذه حتحصلوها ان شاء الله في قناتي فايز في الإبان في اليوتيوب.